طبعا ديما المركز يشارك في المعارض التخصصية، وانتهزنا هذه الفرصة لنشارك إن شاء الله في هذه الدورة المتعلقة بالمعرض اللي خاص بليبيا للغذاء. طبعا المركز من الجهات اللي عد في التشريعات الفنية تتعلق بالأغذية، ولينا نشاط آخر غير إعداد المواصفات هو منح علامات الجودة وشهادات المطابقة خصيصا لمياه الشرب ولجميع المنتجات الأخرى سواء كان أغذية أو غير أغذية. فمشاركتنا اليوم نبغى نقول للناس أن المركز موجود وأن التشريعات الفنية تصدر عن المركز، وإن شاء الله بالمواصفة نستطيع أن نضمن توفير سلع ومنتجات تتوفر فيها الحد الأدنى على الأقل من الجودة. بالمواصفة نحمي المستهلك، بالمواصفة نستطيع أن نضع لغة فنية واحدة ما بين المصنع والمورد، المصنع والمستهلك، وبالتالي يشارك المركز في ضمان وجود سلع عالية الجودة في السوق الليبي. والله المعارض هذه جزء لا يتجزأ من ليبيا، وهذا شيء طبيعي لازم انها تكرر المعارض هذه، وفرصه طيبه انها حتى يجونا زوار ونعطوا رسائل للعالم الكل انها في معناها في استقرار في ليبيا وفي تجاره وفي يعني اليوم احنا عندنا مصانع وتشتغل وتنتج كويس، وعندنا في ضيوف سواء شركات التونسيه او التركيه او من مصر كلهم متواجدين، ورسائل كويسه للعالم مطمنه حتى للوضع الامني والاقتصادي لليبيا ان شاء الله. طبعا هذه مشاركتي الاولى، متحمس هلبة للمشاركه الوطنيه بحكم اني مقيم في امريكا، فسبب زيارتي هو دعوه كريمه من شركه هومي لتوزيع الاغذيه، شركه وهيبه القابضه، فلما سمعت ان هي منتجات وطنيه والمعرض حيكون على ارض طرابلس عاصمتنا الحبيبه، فعلى طول جبت شنطيه وجيت ليبيا حتى نشارك الاحياء التراث بحكم اني نشوفها رساله كصانع محتوى عبد فود اللي هو محافظ على هويه التراث الليبي. كيف ما تشوفوا اليوم اللي هو درنا الكسكسي ودرنا المبطن ودرنا الطاجين ودرنا البيتزا ودرنا الكعك الحلو وكعك المالح والمقروض، هذه كرساله نوضحها لكل العالم ان احنا نمتلك مطبخ عريق وتراثي جميل كدماء جديده وكشباب لازم نحافظ عليها وننشرها داخل وخارج الوطن.